لوحات وتحف لفنان يوصف بمبتكر الفن الشعبي أو البوب أرت باللغة الإنجليزية. روي ليكتنستاين أنتج أعماله خلال منتصف القرن الماضي في نيويورك، حيث نشأ وترعرع. أعماله تحاكي المناظر الطبيعية ومكونات الحياة اليومية، إلا أن أكثر ما تميز به إرث ليكتنستاين كانت الرسومات المقتبسة عن القصص المصورة. ليكتنستاين كان أول من أدخل القصص المصورة إلى فن الرسم، مما أحدث تغييراً جذرياً في الستينات، حيث قدم للفن شيئاً مختلفاً عن اللوحات التي تندرج في إطار الفن التجريدي والذي كان رائجاً آنذاك. يقول المختصون في عالم الفن إن الفنانين غالباً ما تمثل أعمالهم مرآة لمجتمعاتهم. هكذا كان الأمر مع ليكتنستاين، ففي خمسينات وستينات القرن الماضي كانت الولايات المتحدة تعيش على وقع الإعلانات والموضة والموسيقى الشعبية، وكان فن القصص المصورة يشهد انتشاراً غير مسبوق. عندما بدأ روي ليكتنستاين مسيرته الفنية كانت توجه إليه انتقادات كثيرة، وكان يكتب ويقال عن أعماله إنها فاقدة لأي قيمة فنية فعلية، ولكن مع مرور السنوات اكتسبت أعماله شهرة كبيرة وجعلت منه كما يصفه منظمو الحدث هنا في متحف التيت في لندن أحد أبرز رموز ما يسمى بالفن الشعبي. رغم الانتقادات، ارتبط اسم ليكتنستاين بتقنيات جديدة لم يعرفها فن الرسم من قبل، أبرزها تقنية الرسم بالنقاط، وهي نقاط كان غالباً ما يحيطها بخطوط سوداء واضحة وألوان حية زاهية. اليوم وإذ تتجول لوحاته في حدائق عامة وقطارات في بلدان متفرقة من العالم، إلا أن أعمالاً أخرى له تباع في الوقت نفسه في المزادات العلنية بأسعار مرتفعة. أخرها كان لوحة تحت عنوان الفتاة النائمة بلغت قيمتها 45 مليون دولار. نضال أبو مراد، بي بي سي.